عليه نتوكل، منه دوما نطلب التوفيق والسداد والنجاح. مشاهدينا الاعزاء، متابعينا الكرام، انطلق ثاني اشواط الاذاعه والشوط الثاني الخاص بالابكار المهجنات الاصايل من فئه الانتاج والمنتجين. نسير لمسافه 6 كيلومترات على البركه، ننطلق مع هذا الشوط ومباشره مع مقدمة الشوط والصدارة الأولى التي تحمل لنا هذه المنافسة القوية. مباشرة مع المركز الأول حربة، سالم بن حمد بن محمد بن مرحومة العامري يتقدم مع المركز الأول، بينما المركز الثاني المتدخلة هناك على ثاني المراكز هي دمعة الواصل المصبح بن سعيد بن محمد الرائحي خذت المركز الثاني. المركز الثالث الوصول هناك من الشرود حمد بن محمد بن سهيل بن عويضان العامري، بينما المركز الرابع ياتي شعاري مرغم مع نوف سعيد بن راشد بن غدير الاكتبي يتقدم مع المركز الرابع، بينما المركز الخامس الوصول من دولة لسعيد بن حمد بالدليلة بالويع العامري يتقدم شعار بالدليلة ويقدم لنا هذا الاسم، خذت المركز الخامس، بينما المركز السادس الوصول في سادس المراكز هذه هي عسيل الخليفة بن عبيد بن حسن بن ركاض العليلي خذت المركز السابع في او السادس في هذه اللحظات. اليابوني في المركز السابع يقدم هذه النوعية وهذا الشكل الجميل مع همس مبارك بن سهيل اليابوني الظاهري يتقدم على المركز السابع، بينما المركز الثامن الدخول هناك من الشاهينية صالح بن محمد بن سالم العكاري العامري وصل في المركز التاسع، بينما الدخول على المركز العاشر من قطن لسلطان بن خليفة بن سالمين الحميري ويبغى لها مراقبة وصلته. والمركز التاسع المركز العاشر وصول هناك من غزر الدكتور سعيد بن سالم بن علي الشيخ صاحب ايضا نقطة يوم الامس في سن اللقاية وفي هذا الشوط خصيصا يتقدم في المركز العاشر. هذه النتيجة مشاهدينا الاعزاء متابعينا الكرام. نعود الى مقدمة الشوط، نعود الى الصدارة الاولى. بن مرحومة على المركز الاول يقدم اندفاعاته وانتاجه الفاخر ليتقدم ايضا ويواصل مع حربة على المركز الاول. سالم بن حمد بن محمد بن مرحومة العامري القادم من مصانع الجنوب التراثية، مصانع الانتاج الفاخر، يتقدم على المركز الاول. بن عويضان في المركز الثاني يقدم لنا الشرود حمد بن محمد بن سهيل بن عويضان العامري على المركز الثاني. المركز الثالث تدخل الدمعة المصبح بن سعيد بن محمد الرايحي يقدم لنا دمعة. المركز الرابع اليبهوني يقدم ايضا هذا الاسم مع همس القادم المبارك بن سهيل اليبهوني الظاهري خذت المركز الرابع في هذه اللحظات بتحدياتها وبشعارها الذي ينتج العديد من الاسماء القوية والعملاقة. يشكل هذه الانطلاقة مشاهدينا الاعزاء متابعينا الكرام من خلال هذه الاندفاع بمتابعة راشد بن سعيد الزرعي احد شبابنا المبدعين بالفعل، ولكن دولة القادمة بشعار سعيد بن حمد بالدليلة. شوف الوصول الدخول على المركز الخامس في هذه اللحظات، هذه عسيلة خليفة بن عبيد بن حسن بن ركاض العليلي، وصل العليلي، وصل العليلي يتقدم، خذ المركز الخامس بالدليلة. قلنا في المركز السادس المركز السابع دخول جديد هناك من الشاهينية صالح بن محمد بن سالم بالعكاري العامري وصل، ولكن هنا ايضا المتقدمة والباحثة على المركز الثامن هذه طرب محنة بن محمد بن محنة العامري، بينما المركز التاسع وصلت السباير حمد بن محمد بن حمد بن يطبع العامري وصل للمركز التاسع، بينما المركز العاشر هذه القادمة في المركز العاشر هناك مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام الوصول والدخول في هذه اللحظات.
هذه سودة وشعار راعي سودة حمد بن بخيت بن خويتم العامري يتقدم هنا بن خويتم ليقدم لنا هذا الاسم، ولكن شعار بن منانة وصل مع ورود، ياتي مع ورود سعيد بن منانة بن غدير يقدم لنا هذا الاسم، يتقدم صاحب ايضا شوط المحليات في الانتاج يبحث عن شوط المهجنات، ومش غريبة على انتاج بن منانة ايضا يقدم النوعيات الفاخرة، ولكن العودة الى التغيير الذي جرى وترى مع الشرود، الشرود على المركز الاول بن عويضان وانتاجه، بن عويضان وتحدياته مع مقدمة هذا الشوط حمد بن محمد بن سهيل بن عويضان العامري العليلي قادم، العليلي قادم على المركز الثاني يتقدم مع عسيلة خليفة بن عبيد بن حسن بن ركاضة، ايضا هناك العليلي يتقدم على المركز الثاني، المركز الثالث سباير حمد بن محمد بن حمد بن يطبع، العامري وصل، وصل العامري خذ المركز الثاني في هذه اللحظات، بن منانة يتقدم مع ورود سعيد بن منانة بن غدير الاكتبي، وعاد مرة أخرى هناك من يتقدم بن مرحومة يصل، بن مرحومة مع حربة سالم بن حمد بن محمد بن مرحومة العامري، ولكن العودة إلى مقدمة الشوط، العودة إلى بن عويضان وبن منانة، بن عويضان وبن منانة أبطال الإنتاج يتقدمون، أبطال النوعيات الفاخرة يتنافسون الألف والمئتين متر، الشرود على المركز الأول حمد بن محمد بن سهيل بن عويضان العامري يقدم الشرود، ورود القادمة مع الشرود، وبن منانة يتقدم بهذه النوعيات الفاخرة، بهذه النوعيات المميزة، وصل راعي سودة ليقدم لنا سودة لحميدي بن خويتم العامري وراعي صوغة اكتملت مع العملاق العيناوي المقدم لنا هناك دمعة ايضا يتقدم من خلال هذا الاسم، من خلال هذه الانطلاقة وهذه نشرة، نشرة يا هذا الاسم يا مظفر بن محمد العامري يتقدم مع ايضا هذا الاسم، شوفوا الوصول الجديد من النصيبة بخيت بن علي بالخصواني المنصوري وصل، وصل ولكن ما شاء الله بن عويضان بن منانة بن خموشة وصل مظفر، وصل سلام ظفر، احلوت المنافسة مع العمالقة، مع العمالقة في الانتاج، عمالقة الانتاج، عمالقة الركض، الاسماء القوية، انتاج بن منانة، انتاج بن خموشة، انتاج هناك بن عويضان، عادت الشرود مرة اخرى، ولكن ورود سعيد بن منانة بن غدير ينشر الورود في ارضية ميدان المرموم على المركز الاول، يبحث عن النقطة الثانية على التوالي الى مرغم، الى مرغم، الى مرغم يا بن منانة، سعيد بن منانة بن غدير يقدم الورود، يقدم الورود، وجهز الزعفران يا ابو حمدان يا سمير، تهانينا من الاعماق نزفها لسعيد بن منانة بن غدير والى سالم بن منانة على هذا الابداع الكبير والانتاج المميز، المركز الثاني نشره لمظفر بن محمد بن خبوش العامري، المركز الثالث شرود لحمد بن محمد السيل بن عويضان، المركز الرابع وصل الترهف لصالح او راشد بن محمد بن علي بن عواد النعيمي، المركز الخامس شعار بالدليلة دولة سعيد بن حمد بالدليلة العامري، تهانينا والناموس بن منانة، ابداعات قوية بن منانة بمتابعته بالعين المجردة مع هذه النوعيات قدم ورود وحصلت على التوقيت الزمني، كاسر حاجز التسع يا بن منانة، 8:57 ثمانية اجزاء من الثانية، ورود، ورود وقدموا له ورود الناموس بن منانة، 8:58 خمسة اجزاء من الثانية، نشر المظفر بن محمد العامري، تهانينا لابو محمد على هذا الفوز، المركز الثالث، هناك من وصلت في ثالث المراكز ايضا بتسع دقائق جزءا واحدا من الثانية، الشرود حمد بن محمد بن سهيل بن عويضان العامري، هكذا كانت احداث المهجنات، ورود مع بن منانة وكاسر لحجز التسع، تهانينا والناموس.